ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو أنور أركان المحلل في شركة ألب للأوراق المالية. سيد أنور بداية أهلا فيك معنا. مرحبا فيك. هل يتأثر الاقتصاد التركي بالعقوبات الروسية؟ إلى أي مدى قد يصل هذا التأثر؟ طبعا الأزمة ستكون له آثار اقتصادية أكثر من أن تكون سياسية، وذلك أن العلاقات التجارية بين البلدين لها بعد ثنائي، أحد هذين البعدين تركيا والبعد الثاني روسيا، كلا الطرفين سيتضرران في الحقيقة. الحقيقة أن الميزات التي كانت تركيا تتمتع بها بالتعامل مع روسيا سوف يتم إلغاؤها ربما، ولكن هنا لابد أن نذكر أن 55% من واردات تركيا من الغاز الطبيعي تأخذها من روسيا، وبالتالي فإن روسيا قد تستخدم هذا ورقة ضغط في هذا المجال. وأنا لا أعتقد أن روسيا سوف تقوم بقطع الغاز الطبيعي عن تركيا، ولكن يمكن أن نقول أنه ليس من المطروح الآن أن تتحدث روسيا عن تخفيض أسعار الغاز الطبيعي، الأمر الذي كان مطروحا على الطاولة في الحقيقة، طاولة المناقشات. أما الآن فإن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي ما عاد مطروحا. أضف إلى ذلك أن الغاز الطبيعي إذا ارتفعت أسعاره فإن هذا سينعكس على أسعار الكهرباء في تركيا أيضا. المسألة لها أبعاد اقتصادية أخرى كذلك، وذلك أن هنالك شركات تركية تمارس أعمالها التجارية في روسيا خاصة في مجال الإنشاءات، هناك مشاريع كثيرة لشركات تركية هناك، وبالتالي فإن هذه الشركات سوف تبدأ تشهد انخفاضا في حجم أعمالها التجارية مع بدء عام 2016، خاصة أن أيضا هنالك لائحة من أو قائمة من المنتجات التي منع استيرادها من تركيا، مثل موضوع الفواكه والخضروات مثلا، وما طال قطاع دواجن في نفس الوقت، وبالتالي هذا الشيء سيكون سلبيا. نعتقد أن هذا سيؤثر على المنتجين في تركيا بشكل ملموس. من ناحية أخرى فإن العلاقات التجارية بين البلدين ليست محصورة بهذا الأمر فقط، حيث أن للموضوع هذا وللعقوبات هذه طبيعة تتعلق بالسياحة، حيث أن كان هناك عدد كبير من السياح كان يأتي إلى تركيا. طبعا الروبل الروسي فقد الكثير من قيمة كما تعلمون بناء على الأزمة التي كانت تعيشها روسيا، ولكن مع ذلك فإن انخفاض عدد السياح بسبب انخفاض قيمة الروبل سينخفض أكثر بسبب العقوبات. هناك مشاكل فيما يخص الاقتصاد الداخلي الروسي، هناك تأثر سلبي من قبل الاقتصاد الروسي بشأن موضوعين مهمين، الأزمة في أوكرانيا وكذلك أسعار النفط العالمية وتدنيها. أنت تحدثت عن ميزات، قلت أن تركيا تحظى بها من خلال التعامل التجاري أو الاقتصادي بشكل عام بينها وبين روسيا، لكن إلى أي مدى من الممكن كذلك أن تتأثر روسيا داخليا من الوجهة الاقتصادية ومن الوجهة التجارية على موضوع السياحة وما إلى ذلك بشأن تركيا؟ طبعا المسألة ثنائية البعد، يعني روسيا بدأت الآن تتضرر كما ذكرت في بداية كلامي، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن، يا ترى هل ستستطيع روسيا أن تجد سوقا بديلا عن تركيا؟ طبعا تركيا، طبعا ليس من السهل على تركيا أن تجد سوقا يشبه السوق الروسي كبديل، ولكن بالنسبة لروسيا هل يا ترى ستستطيع أن تجد لو لم يكن هذه العادات والتقاليد الموروثة فيما بيننا لما كان هذا العمل تطور لهذه الدرجة. لذلك هنا ففي قبرص الشمالية التركية، ونحن نفتح طبعا مؤسسة الثقافية ليونس إمرا 42، وطبعا والآن سنفتتح هذا المشروع مجددا. نحن في مركز ثقافي ليونس إمرا
عندما كنت مستشارا لرئيس الوزراء وبعد ذلك وصلت إلى هذا المنصب وما زلنا نفتتح مراكز ثقافية هنا. إذن طبعا ونحن ممتنين جدا لأجل أن نقوم بسرد ثقافتنا في كافة أنحاء العالم. وأيضا عندما نقوم بافتتاح هذا المركز لا نقوم بتأسيس هذا المركز لنشر لغتنا الجميلة هنا، بل لأجل تعليم اللهجة القبرصية الجميلة. هي طبعا كما تعرفون أن اللهجة القبرصية هي من أجمل اللهجات التركية، ويجب علينا أن نحافظ على هذه اللهجة، ونحن طبعا سنحافظ على غنانا هنا في هذه المنطقة. وأيضا هناك طرف آخر جميل لقبرص الشمالية، وعندما أتينا إلى هنا شاهدنا العديد من أصدقائنا من الصومال ومن أفريقيا، شاهدناهم هنا، شاهدنا عددا كبيرا من الدول الأفريقية وغيرها من الدول في هذا المركز. هذا المركز سيقوم بأنشطة جميلة جدا ورائعة، وسيساهم في نشر غنى الثقافة التركية ولغتها. وأن كما تعرفون سنقوم بتقديم الخدمات العديدة للطلاب من مختلف أنحاء العالم. قبل قليل شاهدنا طبعا فتاة فلسطينية تلبس الزي الفلسطيني، وكانت طبعا هدتنا رمزا جميلا جدا من مدينة الخليل. وأنا من هنا أحيي مدينة الخليل، مدينة إبراهيم الخليل طبعا. والآن هؤلاء الطلاب الذين جاءوا من هذه المنطقة من فلسطين من منطقة الخليل هم أيضا من قبرص، هم قبرصيون، ونحن نعترف بهم كأحد أبنائنا وفلذة أكبادنا. لذلك فهذه التربة، هذه التربة، هذه البذرة التي طرحت في هذا الأرض، بذرة الثقافة، لا يستطيع أحد أن ينفيها ولا يستطيع أن يقضي عليها طبعا. ويجب عليكم أن تعلموا أطفالنا لغتنا الجميلة ويتعلموا منها أشياء جميلة. وكما تعرفون كيف أن مياه أناضول المباركة ستتدفق إلى هنا في شهر من شهر طبعا تشرين الأول، ومن ذاك الوقت من طبعا جبالنا وهضابنا، ونحن نعتقد أن هذا المركز سيصل كالمياه إلى جميع البيوت القبرصية. وأنتم لأجل أن تكونوا طبعا لكم قيمة وقدر كبير جدا كالماء، يجب عليكم أن تكونوا أيضا لديكم وضع مختلف كالكلام الجميل والكلام الطيب. وأيضا الآن عندما نسمع صوت الأذان هنا من هذه المنارات المباركة، أيضا نتمنى هذا الأصوات ترتفع في سماء قبرص ولا تبتعد عن هذه الأصوات الجميلة والشجية. أنا طبعا أنا أشكر كل الأخوة الذين ساهموا في افتتاح هذا المركز، وبعد ذلك أتمنى التوفيق لكل الأخوة الذين يعملون في هذه المؤسسة، ويجب عليهم وأتمنى لهم أن يحموا هذا المركز الذي هم يتحملون مسؤوليته. ونقول لكم مساء الخير. قد يؤجل عملية التشديد النقدي ويستمر في التوسيع النقدي وفي شراء السندات، وبالتالي نحن نعتقد أن الرئيس دراجيفي وكذلك عندما ننظر إلى أعضاء هيئة الإدارة كذلك قاموا ب
إلى أنه يمكن تخفيض نسب الفوائد إلى مستوى إلى ما دون الصفر في الحقيقة حتى يتم تشجيع الحركة في الأسواق وبالتالي وضع الحد لأي مؤشرات ركود في السوق. في الحقيقة هم المركز الأوروبي الآن هو أن يزيد من مستوى النمو في الاقتصاد الأوروبي. شكرا جزيلا سيد أنور أركان محلل في شبكة أو شركة ألب الأوراق المالية. شكرا جزيلا. أهلا فيك. ارتفع مؤشر